كرنفال سيد الفرح يا هو الهلال يا هو الهلال سيد الفرح يا هو الهلال سيد الفرح يا هو الهلال الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نحن في وداع بعثة الهلال الظافرة المنتصرة أبدا ودوما المتعودة على في هذه الأدوار بتقاليد الهلال وقيم الهلال وموروثاته بكعبها العالي على الأندية الأفريقية خاصة على في الأدوار التمهيدية والتي تليها. نحن إن شاء الله اطمأنينا على إعداد الفريق من الناحية المعنوية والناحية البدنية والنفسية ومتأكدين وواثقين من الهلال كما هي عاداته سيجلب الفرح لشعب الهلال ولأمة السودان. ننتظر فقط صافرة البداية حتى إن شاء الله أبطال الهلال ولعبته يؤدوا كل ما عليهم وكل ما هو ممكن في سبيل الفوز، وإن شاء الله بإذن الله تكون السنة دي سنة خير وفال جيد لجمهور الهلال. نتوقع إن شاء الله بإذن الله تشكيلة الفريق بعد ما انسجمت وبعد ما يعني
اللعيبة تعودوا على بعض مع الجهاز الفني، وفي هذا العام إن شاء الله الهلال يمشي بعيد في البطولة، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق قليل من التوفيق وبجهد اللاعبين إن شاء الله يكون بإذن الله النصر حليف الهلال. فقط ننتظر بإذن الله صافرة الحكم زي ما قلت حتى إن شاء الله يجلبوا الفرح والفوز لجمهور الهلال. شكرا. داخل الى مطار الخرطوم وراسة بعثة الهلال المتجه الى اديس ابابا لملاقاة فريق فاسي الاثيوبي في تمهيد ابطال افريقيا. اتمنى التوفيق وان شاء الله الناس تتوفق في تجيب النقاط ان شاء الله. وهذه انا مكلف، انا بدل الدمار مكلف من جهه الاتحاد السوداني على الإشراف على هذه البحثة من قبل الاتحاد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الهلال على المتابعة والمواكبة. اليوم اكتمل العقد بتاع التيم بانضمام لاعبي الفريق القومي، وحاليا التيم مكتمل كما هو ومتجهين إن شاء الله إلى أثيوبيا مطار أديس أبابا ومنها إلى بحر دار. البحثة تتكون من 28 لاعب وبإضافة للإداريين، العدد الكلي 46. التيم ما ناقص اي لاعب باستثناء اللاعب مجاهد فاروق باعتبار الاصابه وجمال سالم للمغادره. نتمنى انه نصل بالسلامه وتكون يعني اقامه مريحه في بحر دار، ونقدر نلقى تمارين مجهزه وميادين مجهزه. مفهودنا حسن محمد صالح موجود هناك عمل كل الترتيبات على اقامه ان شاء الله تكون مريحه للتيم. هنقضي المباراه ان شاء الله ونجري ثاني يوم اللي هو ان شاء الله يوم الاثنين، وهناخذ منها 3 أيام ونلعب طوالي على كاس السودان وعلى الاهلي الخرطوم، ومنها ان شاء الله برضه مباراه الريد يوم 19، وتليها مباريات طبعا ضاغطه يوم 22 ويوم 24 ويوم 27 ويوم 30. نسال الله التوفيق، وان شاء الله حيكون مجهودنا في الفتره المقبله يعني ازاله الرهق النفسي على اللاعبين عن اللاعبين وعن لاعبي المنتخب القومي بالذات في الناحيه النفسيه والناحيه الاحمال البدنيه. وما اعتقد عندنا مشاكل، امورنا كلها مجهزه وتامه، والبعثه ان شاء الله براسه اخونا اسماعيل عثمان نائب الامين العام، وامورنا ان شاء الله بالتوفيق تمشي وان شاء الله موفقين ونرجع بالنصر الموزر. شكرا جزيلا. اليوم نودع فريق الهلال متجه إلى أثيوبيا، وإن شاء الله بإذن الله منتصرين إن شاء الله. وهو هيلاقي فريق ما سهل، لكن إن شاء الله بإذن الله أبطالنا شاوس إن شاء الله منتصرين بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين أو الثلاث هنكون في استقبالهم وهم منتصرين. السلام عليكم. نحن هنا في مطار الخرطوم، بحثة الهلال الآن مسافرة إلى أثيوبيا، وإن شاء الله كما عودونا إنه دائما أفريقيا بيتأهل، فالمرة دي إن شاء الله كمان حيجونا من هناك منتصرين إن شاء الله، حيكونوا جايبين 3. زي ما شفنا كمان برا كانت الاستقبالات كثيرة، وإن شاء الله دي تكون لهم دافع معنوي، وبإذن الله من هناك حنكون راجعين ب3 أهداف. ياسر مزمل كمان حيكون جايب جول إن شاء الله. أوكي أتفضل. Nós vamos viajar 28 jogadores. Vamos prepararmos o jogo sabendo que é um jogo de Champions League a duas mãos, diferente de um jogo de campeonato. Criámos o nosso plano A e o nosso plano B. Penso que a equipa está, tenho certeza que a equipa está muito motivada e acredito que nós possamos trazer de lá um bom resultado, e um bom resultado é uma vitória. نحن مباراة عارفين مباراة بتاعة أبطال، ومباراة من المباراة هي أصلا بتاعة أبطال، والمباراة من 180 دقيقة، ومعدين الفريق بأداء جيد بأنه نقدم فيها نتيجة جيدة ونطلع بنتيجة ممتازة، وعارفين المباراة بتختلف من الدوري وبتختلف من كده. عندنا البلان ألف والبلان ب.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بعثة الهلال الظاهرة المنتصرة تذهب للمغادرة إن شاء الله حوالي الساعة 3 صباحا على طائرة الخطوط الأثيوبية، وتصل البعثة إن شاء الله بالسلامة إلى مطار أديس الساعة 6:30، والمغادرة إلى بحر دار بعد 2:30 اللي هي 9 صباحا إن شاء الله إلى بحر دار. وكل الترتيبات تمت بصورة كويسة، وتم حجز الفندق والتمرين وعربات النقل، وإن شاء الله البعثة ستجد يعني كل الأشياء المطلوبة في بحر دار تم ترتيبها، وتم الترتيب أرضا أيضا للمرافق الأمنية للبعثة حتى لا يحصل أي احتكاك أو تشويش للبعثة. نشكر أخواننا في السفارة السودانية بأديس أبابا الذين يعني نسقوا ورتبوا معنا هذه لسفر هذه البعثة، وإن شاء الله نعود ظافرين منتصرين إلى أرض الوطن إن شاء الله بنتيجة يعني تؤهل الهلال من بحر دار بإذن الله تعالى.